أظلي الليلة كلها. قال جداه وين أروح؟ قال له اذهب للعراق. الله بالعافية عليكم يا أهل العراق. ما قال له روح لبنان ولا روح للسويد ولا الهند ولا باكستان ولا ما أدري المغرب. قال له اذهب إلى العراق. ليش؟ ذولا جماعة مواكب أبو علي، ذولا يخدمونك بدون مقابل أبو علي، ذولا والله العظيم الشمس تاكل وجوههم أبو علي، وتشوفه بالشارع من الصبح لليل، هلا فضل يا جايب. قسما بالله لو دفن الحسين بغير العراق لنسيناه من ألف عام. البلد الوحيد اللي حافظ على أبو عبد الله العراق. شعب ما يخون إمامه، شعب ما يكسر ظهر إمامه. بعض الدول قال لهم كورونا هاي سنة عفوا الحسين، عافوا الحسين قبل. شوف العراقي قال له والله الذي لا إله إلا هو إذا ما طب للحسين الدم يوصل للرجال، إياه كل شيء لا بعلي. لذلك إجا دفن بهاي التربة، لأن عندكم قابلية خاصة. صور هنيئاً لكم أنه ذكر اسمكم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بني اذهب إلى العراق. يعني يقول له وين هاجر أنا؟ آخر محطة أريد ألتقي بيها بالله، وين؟ وين أروح إلى الله من يا مكان؟ قال العراق. عجيب، أنتوا بالعراق تذنبون لليوم؟ يقول له المكان اللي الله موجود بيه تريد تلتقي بالله، روح للعراق. من توصل للعراق تعرج للسماء، توصل لكربلاء تعرج للسماء. عجيب، أنا كل ليلة جمعة أطب الكربلاء وأعرج. نسوان وأغاني وحرام وكلام. صار للإمام الحسين 15 سنة يكتب كل ليلة جمعة يقول إجا حمودي اليوم. علاوي اجا يشوفه قاعد بالزاوية. حسين وين؟ حسين وين؟ حسين يباوع يشوفه حسون. من يكمل الاسماء يباوع هيج. بابا رقية، بابا رقية تعالي، هاي الاسماء اخذيها لبيبيتك قولي لها تشفع له. هذا ابو علي، هذا ابو علي، هذا المعشوق الأول والأخير، هذا اللي تمسكتم به والله الذي لا إله إلا هو لن تضلوا أبدا. هذا اللي يصنع من الإنسان إنسان، معنى الإنسانية أبو علي. أسألك بالله هسه جاوبني، بس أنت بتريد بدموعك.